أكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة أن كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة للرجال باتت علامة فارقة في الرياضة البحرينية ومكانا مناسبا لتأكيد النجاحات التي حققتها كرة السلة البحرينية وتطورها بصورة فعلية وواضحة في منظومتها الإدارية والفنية، وذلك عطفا على الرعاية التي تحظى بها الكأس الغالية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الحريص دوما على دعم الحركة الرياضية في المملكة وتهيئة الأجواء المثالية أمام أبطالها ومنتسبيها من أجل ضمان استمرار الإنجازات الرياضية. جاء ذلك خلال رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي لحفل قرعة كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة للرجال في نسختها الثالثة، وذلك بحضور لفيف من الأسرة الشبابية والرياضية في المملكة وعدد من المدعوين. وقال سموه: أضحت كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة من بين المسابقات التي تحمل صفة الأهمية الكبرى في الرياضة البحرينية باعتبارها تحمل اسما غاليا على الأسرة الرياضية، وهو اسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي دائما ما يبدي اهتماما رفيعا بالرياضة البحرينية ويجعلها من ضمن الأولويات، خاصة وأنها تحتضن نخبة من شباب البحرين. وأضاف سموه: الاتحاد البحريني لكرة السلة عندما أطلق كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة منذ نسختها الأولى وضع نصب عينيه أهدافا كثيرة وتطويرية، من بينها جعل الأندية الوطنية تتنافس بصورة حقيقية ومثالية على لقب الكأس الأغلى في مسيرة السلة البحرينية، الأمر الذي يساهم في إثراء مسيرة اللعبة وإبراز قدرات ومهارات وخبرات اللاعبين. وأشار سموه: لقد حظيت النسخة الأولى والثانية من كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة بمشاركة قوية من قبل الأندية الوطنية التي جاهدت وتنافست وقدمت مستويات مثيرة من أجل تحقيق لقب الكأس، ونحن على ثقة كبيرة بأن النسخة الثالثة ستكون أكثر إثارة وندية. وأعرب سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة عن تمنياته للأندية الوطنية بالتوفيق والنجاح في منافسات كأس خليفة بن سلمان، كما أعرب سموه عن تقديره لمساهمة الشركات الوطنية في دعم بطولة كأس خليفة بن سلمان.